فهل يعني لماذا يهاب الإيرانيون أعلن اعتذاره عن بعضه عن بعضه؟ أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. نقدم هذه الحلقة من العاصمة الفرنسية باريس، وضيفنا هو الدكتور البروفيسور جيل كيبيل، المستشرق الفرنسي والأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس سيانس بو. مساء الخير سيد كيبيل. مساء النور. أود بداية أن أسألك، يعني بروفيسور كيبيل، أنت درست في سوربون الفلسفة، لكنك تخصصت فيما بعد في جامعة الإسلام السياسي والإسلام من وجه العموم. لماذا اخترت هذا التخصص دون غيره؟ طبعا أنا كنت في نعومة ظفيري وسافرت إلى شرق الأوسط لأكتشف على الحضارة الإغريقية القديمة والحضارة العربية القديمة في الأول، ومن ثم وأنا أرجعت إلى فرنسا لأكمل دراساتي فكرت عن الذي يحصل في العالم العربي المعاصر مهم جدا، و لذلك يعني اخترت هذه المواضيع الجديدة. وهذا كان في منتصف السبعينات، ولم يوجد كثير من الناس يهتمون في العالم العربي المعاصر في ذلك الزمان، وخصوصا فيما يتعلق بجماعة الإسلام السياسي. لم يكن أحد مهتما بها في الغرب بهذا الحجم الذي هي عليه الآن، خصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر. أكيد كان لي يعني اهتمام في السياسة في شكل عام، في السياسة الفرنسية، السياسة العالمية. وعندما يعني بدأت أدرس الذي يحصل في مصر مثلا، وجدت هذه الحركات الغريبة بالنسبة لي. وفي آخر السبعينات أغلبيات الطلاب في فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا كانوا يساريين متطرفين، وكيف يعني نرى في جامعة القاهرة شبان عندهم لحية مثل اليساريين، مثل لحية تشي غيفارا، بس كانت لحية من نوع مختلف. صحيح، لحية مينية. أكيد. ولذلك حاولت أن أفهم ما الذي يحصل، وشبرا شبرا اكتشفت كل هذا، يعني بس من الاهتمام السياسي إلى العمق الديني والفلسفي والفكري. أكيد. إذن كانت بداية التركيز على قضايا الإسلاميين في نهاية السبعينات. في نهاية السبعينات وانتقلت نفسي من باريس إلى القاهرة من أجل أعمل البحوث وأكتب أطروحتي للدكتورة حول الحركات الإسلامية في زمان السادات، وأنا كنت في مصر وقتلوا السادات. أثناء مقتل السادات كنت خلاله في في مصر، يعني عشت المعمعة في حموتها وتفاصيلها. أيوة، ولذلك بعض الجامعات التي كان يعني لاهتمام بها طبعا هي اللي قتلت السادات. جميل. يعني دراسة هذه الجماعات يحتم عليك بوصفك باحثا مهتما الاقتراب منها والسماع منها مباشرة وعدم تلقي المعلومات من مصادر أخرى، مثلا من أطراف منافسة لها كالأطراف الحكومية أو نحو ذلك. كيف كانت هذه الجماعات تتلقى مستشرقا فرنسيا؟ هناك تصنيف دائما عند الجماعات الإسلامية باعتبار الجاسوس أو نصراني أو نحو ذلك. ألم يكن هناك صعوبة في البداية للتعاطي مع هذه النظرة؟ في البداية كانت أصعب جدا من ما يكون الآن، عشان طبعا حتى الجامعات الإسلامية المتطرفة الآن في سنة 2007 يعني تعيش في العولمة،
وتعرفوا أن العلاقة مع الآخر شيء مهم جدا. مهم لها هي. طبعا مهم لها هي، ونرى كيف يستعملون مثلا القنوات الفضائية و... بينما في الانترنت أو الانترنت وجب الانترنت في آخر السبعينات لم يكن بطبيعة الحال، لم يوجد. وكان طبعا العلاقة معهم صعبة جدا. بس كان في لي بعض الناس اللي عرفتهم وحصلت على المنشورات السرية، والآن يعني كل شيء منفتح، يعني كل شيء موجود في الإنترنت، يعني تحب صحيح. تقرأ أي شيء من أيمن الزواهري أو أبو محمد المبليسي، كل الوثائق متاحة، يعني كل شيء موجود في الإنترنت بالضبط. بينما في آخر السبعينات كان من الصعب جدا الحصول على هذا. وكان مثلا كنت أعرف واحد اللي كان يعطيني عنوان واحد تاني كان له نسخة من منشورة الجامعة الإسلامية في جامعة أسيوط. ومن ثم عندما رجعت إلى فرنسا من مصر أيضا في خطورة فيما يتعلق مع الدولة، يعني مع الدولة، مع الشرطة طبعا، مع الشرطة طبعا المخابرات المصرية طبعا. واجهت يعني إشكالات من هذا النوع؟ لا، حاولت أن كنت يعني بالضبط أن أمشي بال جنب الحياة بالضبط. جميل. طيب كيف ترى المشهد من السبعينات وحتى 2007؟ يعني مر تقريبا 30 عاما خلال اهتمامك، يعني هل ترى، كيف ترى المشهد الظاهرة الإسلامية منذ صعودها وبداية ظهورها في السبعينات بشكل واضح، وحتى الآن أصبحت الجماعات الإسلامية رقما مهما في الحدث الآن؟ أكيد، في آخر السبعينات كانت الحركة الإسلامية ولا سيما في مصر، وعشت في مصر في من 79 إلى غاية 82، كان يونف أقلية موجودة في بعض الجامعات وبعض المناطق الفقيرة خارج القاهرة، ولكن شفنا شبرا شبرا نوع من الصعود على وجهين. من جهة كان أنوار السادات طبعا يدعم الحركات هذه في مواجهة الشيوعيين، في مواجهة الشيوعيين واليساريين والنصيريين، وهم كانوا يستعملوا هذه الفرصة ليدخلوا في مثلا أجهزة التدريس وكذا، وهذا كان الوجه الرسمي إذا استطعنا أن نقول المعلن المعين. وفي نفس الوقت كان في هوامش المجتمع المصري بعض التيارات العنيفة مثل تنظيم الجهاد مثلا، الذين كانوا خارج الأوساط الحكيمة، وخارج أي أوساط؟ عفوا، أوساط النظام، يعني هم لا يعرفون الحكومة. وشبرا شبرا شفنا الانطلاق حتى إلى الذي حصل في أكتوبر 81، يعني عندما اقتلوا السادات. طيب الآن هل ترى أنه الظاهرة الإسلامية أو ظاهرة الإسلام المسلح تحديدا في انحسار أم في صعود، خصوصا أنك في نهاية التسعينات تنبأت بانحسار الإسلام السياسي، لكن أسامة بن لادن يعني كتب لهذه النبوءة صار ما بعد، نعم كتب لهذه النبوءة لا تتم من خلال أحداث 11 من سبتمبر. لا أفتكر كان في صعود إلى غاية 89، و 89 هذا الانتصار الإسلامي في أفغانستان 15 فبراير 89 حربت الجيش الروسي من كابول من أفغانستان، وهذا وانتصر المجاهدين أكيد الأفغان. وهذا كان فعلا شيء رمز قوي جدا للانتصار التيار الإسلامي السني.
أكثر من ذلك، عشان الذي حصل في أفغانستان السعوديين والأمريكان والذين دعموا الجماعات الإسلامية في أفغانستان في الجهاد الأفغاني ضربوا عصفورين في حجر واحد، العصفور الروسي من جهة يعني الشيوعية، وطبعا سقوط جدار برلين حصل في نفس السنة 89، وكان يعني تأثير ونتيجة من الذي حصل في أفغانستان في نفس السنة في فبراير، يعني العصفور الروسي أو الشيوعي من جهة والعصفور الإيراني من جهة أخرى. كيف العصفور؟ يعني العصفور الروسي والشيوعي واضح، لكن كيف كسبوا مثلا يعني العصفور الإيراني العصفور ساحة؟ يعني طبعا عشان الخميني صار مع انتصار الثورة الإيرانية في إيران عدو الغرب، وكذلك عدو الأنظمة السنية في بفكرة تصدير الثورة التي تبناها الخميني، وفكرة استعمال الدين الإسلامي كدين ثوري يعني، ولذلك يعني أثبت السنة أنهم يستطيعون أيضا أن يستخدموا شيئا من أنواع الثورة من خلال الجهاد وينجحوا به. طبعا، وافتكر أن الذي أغلبية الناس لا يعرفوا ماذا حصل في الخمسة عشر من فبراير 89، يعني خروج الروس، خروج الروس. ليش؟ لأن أغلبية الناس يعرفوا الذي حصل 14 من فبراير. ما حصل 14 من فبراير 89؟ طبعا سين فالنتاين داي، بس كذلك فتوى خميني ضد كتاب سلمان رشدي، آيات شيطانية. آيات شيطانية ليش؟ عشان هو الخميني كان يعرف أن حروب الروس كان يعني الانتصار السني وفشل محاولة الثورة الإيرانية للهيمنة على الحركة الإسلامية على المستوى العالمي. ولذلك افتكر هما انتشروا بهذه الفتوى والدوشة هذه. هل يعني ترى بروفيسور كيبيل أن الإمام الخميني اختار 14 من فبراير لإظهار فتوى يعني سلمان رشدي ليأخذ كل الضوء، لسحب الضوء، يعني انتقى هذا الوقت تحديدا؟ أكيد أكيد. وهذا كان نوع من الصراع بين الشيعة والسنة للهيمنة على الإسلام السياسي إلى حد ما. وهذا أفتكر كان إلى أي حد نجح الإمام الخميني في سحب يعني شيء من الأضواء فيما يتعلق بانتصار الإسلام السني في أفغانستان؟ طبعا عشان هو كان يستعمل الفتوى ليكون البطل والقائد القائد والممثل الشرعي للإسلام والدفع عن الإسلام ضد الذين يشتمون الإسلام. وافتكر في شهر 2-3-4 من سنة 89 ما حديش كان يهتم بالذي حصل في أفغانستان، كل الناس كانوا يتكلمون في التلفاز عن الفتوى بس غير عن الذي حصل في أفغانستان، بينما في الواقع يعني استطعنا طبعا الذي كان مهم جدا الذي حصل في أفغانستان غير الفتوى ضد سلمان. إذن نستطيع أن نقول أن الخميني حقق مكسبا كبيرا وفقا لتحليلكم بروفيسور كيبل لسحب الأضواء من مما تحقق في 15 فبراير بالزبط. بهروب الروس بالضبط. وبعد ذلك الخميني مات في شهر 6-89، وبعد ذلك صار إيران يعني كان مشى إيران على طريق يعني السلام أكثر،
يعني مع رفسنجاني وختامي، مع ظهور الشخصية الكاريزماتية أيوة بوفاة الخميني في البداية، غير طريق يعني غير المواجهة ضد الغرب وهيك شيء. بينما عندما انتخبوا أحمد نجات في سنة 2005 شفنا الرجوع يعني صحوة لما صحوة خميني، صحوة خميني، صحوة خميني متأخرة شوية. جميل، سنواصل حديثنا بعد فاصل قصير بروفيسور كيبيل. فاصل القصير أيها الإخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات، فابقوا معنا. حياكم الله في إضاءات مجددا أيها الإخوة والأخوات. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع البروفيسور جيل كيبيل المستشرق الفرنسي والأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس سيانس بو. بروفيسور كيبيل، كنت تتحدث قبل الفاصل عن ضمور في ما يمكن أن نقول أنه صعود لإيران الخمينية بعد وفاة الخميني، لكن الصحوة تجددت مع عودة أحمد نجات. أود أن أسألك، كان كثير من التساؤلات لدى المراقبين أن كل القيادات التي أتت إلى سدة الرئاسة بعد الإمام الخميني كانت كلها معممة متدينة، بينما يرتدي أحمد نجات البدلة الإفرنجية إلى حد ما الإفرنجية، يعني إلى حد ما يعني ننكر في التعلق. سؤالي غير الأنيقة كتير يعني بس. أكيد من وجهة نظر فرنسية بطبيعة الحال. سؤالي بروفيسور كيبيل هو، خاتمي يمثل زي رجال الدين، تعلم بالطريقة التقليدية الشيعية، لكنه كان يمثل انفتاحا في إيران الشيعية، ثم أتى نجاد بصعود اللهجة. كيف تفسر أنت هذا التباين؟ أعتقد أن أحمد نجاد يمثل الجيل الجديد، مش جيل الثورة بس جيل الحرب ضد العراق، جيل الباسداران، جيل الشباب الذي تفتحت عيونه في الثورة وقاتل في حرب العراق. عشان من الذي استفاد من الثورة الإيرانية بالنسبة إلى هيمنة على النفط وعلى الفلوس الذين يرتدوا العمائم، وهذا نوع من إلى حد ما صراع الطبقات ضمن النظام الإيراني الآن. لكن أحمد نجاد لا يمثل ثورة على العمائم، بل هو يركز أفكار العمائم بلغتها المتطرفة أو المتشددة. بس هذا يعني طبعا يستعمل هذه اللغة ضد أصحاب القوة في داخل النظام الإيراني. هو طبعا من النظام الإيراني، بس الذي نرى الآن فهو صراع من أجل القوة في داخل النظام الإيراني بين أحمد نجاد وبعض الباسداران والشبان العسكر إذا إلى حد ما من جهة، وبين الأصحاب أكيد من جهة أخرى. طيب، لنعود مرة أخرى إلى الحديث عن تحليلكم صعود في 89، صعود الإسلام السني السياسي من خلال الجهاد الأفغاني وهروب الروس. تقول أنه حقق من يدعم المجاهدين سواء الأمريكان أو السعوديين عصفورين، ضربوا عصفورين بحجر واحد، وهو العصفور الإيراني والعصفور الروسي. بعد ذلك أين امتدت الأمور في تحليلكم؟
بعد ذلك أغلبيات الجماعات الإسلامية المسلحة في العالم وفي الشرق الأوسط على سبيل المثال فكروا أن المثال الأفغاني يمكن أن يتكرر في بلدانهم، يتكرر ويمكن أن ينفذ في بلدانهم. وشاهدنا على انطلاق جهاد مسلح في الجزائر في سنة 92 في مصر في نفس السنة، وكذلك محاولة إلى تتغير الحرب الأهالي في البوسنة إلى جهاد مسلح كذلك مع الذين يعني مجاهدين أفغانستان الذي انتقلوا البوسنة والهرسك مقاتلة الصرب بالضبط، وفي كشمير وفي تشيتشن. بس كل هذا فشل في النصف الثاني من التسعينات، فشلوا في الجزائر، فشلوا في مصر، فشلوا في البوسنة. ما مقياس الفشل في تقديرك؟ أنه لم يستطيعوا أن يقلبوا النظام مثلا؟ بالضبط فشلوا على المستوى السياسي، بس في نفس الوقت كان في جماعات أخرى غير الجماعات المسلحة التي استفادت من هذا الرجوع إلى الدين وهذا الفكر الديني الموجود في الحوار الوطني بعد فشل فكرة القومية العربية ولذلك سقوط المشروع العربي القومي في 67. أكيد بس بالنسبة لكن هل كان لدى هذه الجماعات أطروحات سياسية؟ أن تقول فشلوا سياسيا، هم لم يقدموا أطروحات سياسية الجماعات المسلحة. بالنسبة إليهم المهم كان إسقاط النظام. وإذا مثلا ترجع إلى كتاب مهم جدا في تنظيم القاعدة، كتاب أيمان الزواهري فرسان تحت راية النبي، وهو نفسه يكتب في هذا الكتاب إن الجماعات المسلحة فشلت. لماذا؟ لأن الجماعات هذه لم تقدر إلى تجنيد الجماهير العريضة من أجل المشروعية. والمشكلة بالنسبة إليهم تجنيد الجماهير. ولذلك بالنسبة إلى أيمن الزواهري وأسامة بن لادن وكل تجربة التسعينات كانت تجربة فشل سياسي. والذي حصل في 11 من سبتمبر كانت محاولة لرد فعل إثبات الوجود بالضبط، رد فعل لهذا الفشل. ليش؟ وهو كذلك يعني أيمن الزواهري الدكتور أيمن الزواهري يفصل هذا في كتابه. اللي اختاروا الزواهري والجماعات السياسية المتطرفة في التسعينات كان الحرب ضد العدو القريب، يعني الحكومات العربية. هذا كان يرجع إلى حوار أو مناقشة في مصر زمان اغتيال السادات بين كرم زهدي وعبد السلام فرج من جهة، المتطرفين أكثر متطرفين، والإخوان المسلمين للإخوان وأكثر أكثرية الإسلاميين كانوا يفكروا أن العدو البعيد يعني إسرائيل والولايات المتحدة كان أهم من العدو القريب. وكان من اللازم أن يحاربوا العدو البعيد الأول، بينما عبد السلام فرج ربما لأنهم ليسوا جاهزين لمحاربة العدو القريب. بالضبط، بس بينما في وقت اغتيال السادات عبد السلام فرج قال هذا لا، لازم يعني نسقط النظام يعني العدو القريب من أول، ومن بعد سنحارب الكفار والإسرائيل وأمريكا ومش عارفة.
بعد هذه المرحلة، بعد أن نكمل هذه المرحلة. وفي هل كانوا يهدفون عفوا إلى قلب نظام الحكم من خلال اغتيال السادات، أم أنهم كانوا فقط يريدون أن يثخنوا جراح عدوهم فقط؟ لا كانوا يحاولوا أن قلب نظام الحكم. بعد اغتيال السادات بيومين كان في محاولة في مدينة أسيوط في الصعيد لقلب نظام الحكم من أسيوط؟ لا إيه، بس طبعا عشان كان أسيوط يعني مقر الجماعة، قوتهم، مقر قوتهم بالضبط، ولكن فشلوا لنفس السبب الذي فشلوا في التسعينات، يعني غير قادرين على تجنيد الناس والجماهير. والذي عملوا في التسعينات، ولذلك أنت اعتبرت في تحليلك في نهاية التسعينات أن جماعة الإسلام السياسي إلى ضمور. بالضبط، جماعة العنيفة المسلحة المسلحة. وكان وافتكر أن أيمن الزواهر موافق معي على هذا المستوى، وبالنسبة إليهم وفي فكرتهم الذي حصل في 11 من سبتمبر كانت محاولة لإثبات الوجود. بالضبط، واختاروا الحرب ضد العدو البعيد، وكان يفكروا بعد الذي حصل في أمريكا الجماهير الإسلامية مش هتخافوا من الأنظمة الموجودة في العالم العربي. لماذا؟ لأن الأنظمة هذه أنظمة التي تشتغل تحت إشراف الولايات المتحدة. وبعد الذي حصل في نيويورك وواشنطن هذا سيكون دليل على ضعف أمريكا، ولذلك على ضعف ستثور الجماهير على الحكومات. أيوة، ولذلك كان تعتقد بس فشلوا كذلك. أي تعتقد أنه هل ترى دكتور كيبيل أنه بالتزامن كان هناك حركات يعني مسلحة عنيفة داخل الدول، مثل ما حدث في السعودية مثلا من أعمال عنف، هي كانت بعد 11 من سبتمبر؟ نعم، بس الذي حصل في السعودية حصل بعد فشل انتشار الجهاد العالمي لأسامة بن لادن. من الذي نعرف كان أسامة بن لادن نفسه الذي طلب من يوسف العليلي وغيره من المتشددين في السعودية أن يبتدوا الجهاد داخل الجهاد المصالح داخل المملكة السعودية، رغم أن العيري لم يكن موافقا على هذه الفكرة في البداية. طيب، أنا أقصد أنه تحول الفكرة، كانت الفكرة فيما يتعلق بتنظيم القاعدة في السعودية ترى إخراج اليهود والنصارى، كانت تتحدث عن وجود للقوات الأمريكية بعد أن أخرجت السعودية الولايات القوات الأمريكية إلى قطر. فرغت الفكرة من معناها الأساسي. كيف تم تبرير يعني فكرة العنف داخل هذه الجماعة؟ أفتكر هذا يرجع إلى تاريخ الحركة الإسلامية السعودية بالدقة، يعني بعد كذلك بعد فشل لحركة الصحوة ليكون حركة مستقلة 100%، وانتصر وانطلق تيار جهادي جديد، تيار مضاد لسلمان العودة وصفر الحوالي، مضاد للصحوة فعلا، وهم يحاولوا أن ينتصروا داخل الحركة الإسلامية على أصحاب الصحوة. إذن هم اعتقدوا أنه فشل مشروع الصحوة، ولذلك يجب أن نظهر نحن بمشروعنا. بالضبط، وهم ينظروا إلى مثلا إلى سلمان العودة كخائن، يعني واحد يعني دلوقتي يعيش في السعودية وهو موافق مع المجتمع السعودي، ولكن اللي هو سلمى العودة. أيوة، ولكن هذا وهذا يمكن أن تفسر مثلا الرسالة التي وجهها يوسف العيري لسلمان العودة، واعتبر أنه تنكر لمشروعه. بالضبط، وكذلك بس كيف برروا مثلا الانتقال من قتال الأمريكيين
إلى قتال السعوديين. إلى قتال السعوديين. وهذا كان بالنسبة إليهم يعني المستوى السياسي فشل كبير. وهذا مشكلة التكفير، يعني الذي يكفر يبتدئ بتكفير الأمريكان، اليهود والأمريكان والنصارى، الأهداف السهلة. أيوة. وشبرا شبرا يكفر كل الناس. وعندما وصل التكفير إلى تكفير السعوديين وقتل أهل السنة في السعودية، طبعا قطعوا علاقتهم مع كل الناس في السعودية، وكان رد فعل السلطة عليهم كان سهل إلى حد ما. أي يعني مواجهتهم فكريا أم عسكريا تقدر؟ بالضبط الاثنين مع بعض. مع بعض. أيهما كان أسهل؟ أفتكر على المستوى العسكري كانت أسهل من المواجهة الفكرية. لماذا في تقديرك؟ أنا العسكري أفتكر. ليش؟ عشان العسكري أسهل. طبعا عشان هم كانوا فعلا يعني كتلة صغيرة ومن غير إمكانية لتجنيد، غير قادرين على تجنيد كما يجب في المجتمع في شكل عام. وكذلك كما تعرف في السعودية يوجد يعني ثقل القبائل، القبائل موجودة هناك امتداد قبلي واضح في السعودية بطبيعة. أكيد. هل تعتقد أنهم استثمروا هذا الامتداد القبلي أم أنه كان ضدهم؟ لا بالعكس، النظام القبائل نهائيا كان ضدهم. ضدهم لأنهم قتلوا سعوديين وقتلوا بعض أعضاء القبائل كذلك. سنواصل حديثنا بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، نعود بعده لحوارنا في إضاءات، فابقوا معنا. حياكم الله في إضاءات مجددا أيها الأخوة والأخوات. لا يزال حوارنا مع البروفيسور جيل كيبيل، المستشرق الفرنسي وأستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية في باريس. بروفيسور كيبيل، كنا نتحدث عن فشل الجماعات المسلحة في السعودية كما تقول أنت. أعلنت وزارة الداخلية قبل فترة قليلة إحباط عمليات كبيرة كانت الجماعات الإرهابية يعني تسعى لتنفيذها، منها اغتيال بعض الشخصيات الدينية والشخصيات الأخرى ومحاولة استهداف المنشآت النفطية. توالي الإعلان من قبل وزارة الداخلية عن مجموعات جديدة، ألا يتناقض مع تحليلك بأن هناك انحسار للعمل الإرهابي في السعودية؟ لا، سيوجد جماعات عنيفة يعني في كل بلد، زي ما الذي حصل في الجزائر في شهر ديسمبر 2007. ولكن المهم هل يستطيعون أن يجندوا الناس أم لا، من غير تجنيد عمومي ومن غير تجنيد جماهيري هذه الجماعات هل تعتقد في بداية المواجهات المسلحة كان الناس يعتقدون أو ينظرون بحياد لهذه المعركة على اعتبار أنها معارك بين الحكومة والجماعات المسلحة، ثم فقدوا هذا التعاطف أو هذا الحياد مع الوقت؟ ولسيما مثلا الذي حصل في الجزائر في سنة 92. في البداية افتكر أغلبية الشعب الجزائري كان مع الإسلاميين ضد الحكومة من أجل قطع البرنامج الانتخابي. ولكن بعد الذي حصل على المستوى العنف والدم
وكل هذا شبرا شبرا شفنا إبعاد الشعب الجزائري من التيار الإسلامي المتشدد. فقدوا تعاطفهم يعني مع تعاطف الشعب معهم. طيب أنت كيف ترى بروفيسور كيبيل هذا الصعود من جديد لعمليات العنف في الجزائر رغم أنها يعني فترة طويلة انقطعت ثم بدأت تظهر في المغرب العربي من خلال تفجيرات في المغرب وتفجيرات في الجزائر؟ كيف تفسر العودة من جديد التحليل في الجزائر صعب جدا لأن المجتمع الجزائري مجتمع كثير مغلق يعني وهذا غريب جدا أكثر من السعودية مثلا. أفتكر بعد 11 من سبتمبر كان في محاولة من كثير من السعوديين ليفتحوا باب الحوار بينهم وبين بقية العالم ولذلك من خلال مثلا خطاب المفكرين السعوديين خطاب المفكرين الأمريكان بالضبط ولذلك كان من المسموح لنا أن نزور السعودية ونناقش مع الناس بينما في الجزائر هذا أصعب وهذا غريب يعني بالنسبة كفرنسيين طبعا على اعتبار أن الثقافة الفرنسية يعني موجودة في الجزائر أكثر من السعودية عندنا يعني كلنا عندنا أصدقاء كثيرين في الجزائر ويوجد جزائريين مليون وأكثر من مليون جزائريين يعيشون في فرنسا وفي طبعا علاقات يومية بين البلدين ومع ذلك هناك صعوبة بينما النظام الجزائري فعلا هو نظام مغلق أكثر من ما يكون النظام السعودي ولذلك تحليل صعب. تقصد النظام الحاكم وليس المجتمع؟ النظام الحاكم بالضبط وليس المجتمع وفي إمكانيات متعددة الإمكانية الأولى الذي حصل بعد حرب الأهالي في الجزائر أغلبية الإسلاميين حتى المسلحين دخلوا في نوع من المصالحة مع الحكومة ولكن صار جزء صغير من التيارات المصالحة هذه هذا الجزء رفض الدخول مع في هذه رفض الدخول مع السلطة والآن هل هذا الاتفاق معلن مع السلطة أم أنه غير معلن؟ معلن يسموه الكونكورد سيفيل نسيت كيف تترجم هذا بالعربية بس الوفاق المدني الوطني وهذا من الإمكانيات الإمكانية الأخرى من الاحتمالات احتمالات تفسير الحدث أن هناك جماعات لم ترضى صغيرة لم ترضى الدخول في هذا الوفاق الوطني ايوه هذا والثاني الثاني الذي يحصل داخل النظام الجزائري دلوقتي ورئيس بوتفليقة مريض وكيف سنرى المستقبل هل سيكون رئيس بوتفليقة رئيس للمستقبل أو هل يوجد بعض الناس كبار العسكر هم يريدون يعني تغيير على المستوى الأعلى في بس ما علاقة الحوار أو النزاع داخل السلطة بالأعمال المسلحة بالتفجيرات مثلا لأن في ناس في الأوساط الأمن الجزائري يعني تعتقد أنه ممكن تكون منفذة من داخل السلطة؟ لا هذا لا يوجد أي دليل على هذا بس عندما ترى يعني مشاكل داخل السلطة يا في الجزائر لا يا في أي بلد تاني في الشرق الأوسط التيارات الإسلامية المتشددة يحاولوا أن يستعملوا هذه الفرصة أن يأخذوا الفرصة ضعف النظام أو ضعف النظام والتفجيرات نوع من الرسالة ونوع من الإمكانية ليدخلوا في اللعب السياسي هذا التحليل الثاني الثالث
ثلاث لا يوجد أو تحليلين. طيب سنعود إلى ما أشرت إليه في كتابك الفتنة في ديار المسلمين. قلت اعتبرت أنت أن القصف الأمريكي على أفغانستان وإزالة نظام طالبان لم يضرب الفريسة بقدر ما استهدف شبحها، فبن لادن اختفى في الفضاء الرقمي الإنترنت وتحول إلى هاكر إنترنت يصدر بيانات ويبث الأشرطة السمعية التي تتبنى باللغة العربية التفجيرات الدموية في مختلف أنحاء العالم. هل تعتقد أنه بن لادن تقلص ولم يعد إلا رجل يصدر بيانات فقط؟ الذي شفنا بعد الحرب على الإرهاب يعني ظاهرة غريبة جدا، صعود إيران من جديد بثياب إفرنجي كما قلت، بثياب أحمد نجاد، وفي نفس الوقت انحسار إلى حد ما للأنظمة الصينية المتطرفة العنيفة. على سبيل المثال ممكن نفكر عن الذي حصل في حرب تموز بين حزب الله وإسرائيل. كان حسن نصر الله يعني موجود في الفضائيات العربية طول الوقت كالبطل، والغربية أيضا. أيوة طبعا الغربية، بس يعني هو كذلك يعني بالغ بالعربية، وهذا لا يترجم إلى بليغ. وكل هذا كان يؤدي إلى يكون حسن نصر الله المخلص والبطل الجديد، ويعني إلى حد ما المهدي المنتظر عندنا. بينما في نفس الوقت كان أي دكتور أيمن الزواهري يعني غائبا، وبن لادن أيضا أكيد، و في تقريبا في آخر الحرب، في أفتكر في بداية شهر آب سنة 2006 أصدرت السحاب والإنتاج يعني أي الذراع الإعلامي للقاعدة، للقاعدة بالضبط، بيان للزواهري، وكان يقول فيه العدو الصراع بين إسرائيل وحزب الله لا يهم، المهم الصراع ضد أمريكا، والذي حصل في 11 من سبتمبر هذا هو الطريق لمواجهة العدو والحصول إلى كان محاولة لتفريغ الأدوار التي قام بها نصر الله في تموز. بالضبط. ولماذا؟ لأن طبعا نصر الله هو شيعي، وكذلك أحمد نجاد شيعي، وسبب نتيجة الحرب على الإرهاب يعني نتيجة غريبة جدا على الأمريكان، نتيجة صارت يعني صعود إيران كقوة كبيرة وكقوة ثورية من جديد في المنطقة. ومع هذا لا يوجد يعني محل كبير بعد هذا في لبنان وفي العراق وطبيعة الحال من خلال إيران أكيد. طيب أود أن أسألك، أشرت قبل قليل إلى خطاب الظواهري ومحاولة سحب الصورة أو سحب الأضواء من نصر الله، ما حدث في 89 من فتوى الإمام الخميني ومحاولة سحب الأضواء من خلال من المجاهدين الأفغان، والحرب على الإعلان والإذاعة يعني الإعلام حرب مهم جدا، يمكن أهم من الحرب الذي يحصل في الواقع، الحرب الأسلحة. جميل. هل تعتقد يعني كان هناك الكثير من الخلط فيما يتعلق بإمكانية العمل بين القاعدة وإيران، خصوصا بعد ضرب الولايات المتحدة لأفغانستان وهروب بعض أنصار القاعدة إلى إيران؟ هل تعتقد أنه يمكن أن ينشأ تنسيق مصالح مشتركة بين القاعدة التي تمثل الإسلام السني وإيران، أو العناصر الثورية في إيران التي تمثل الإسلام الشيعي؟ سمعت هذه الشبهة، بس لا أرى أي دليل فعلا على هذا. طبعا أيمن الزواهري لا يشتم الشيعة،
على عكس الذي حصل زمان زركوي الذي كان يشتم الشيعة وكان يسمهم رافضة، بينما الظواهر بن لادن لم يصدر منهم، يستعملوا يعني لغة مختلفة شوية، محايدة أكثر. أيوة. ولكن لا نستطيع. بن لادن في أحد خطاباته قال أنه يجب أننا تحدث عن الصراع المذهبي أو الاقتتال المذهبي في العراق لجهة أنه يجب أن لا نركز عليه في هذه الفترة، لأن الذي حصل في العراق الآن الأغلبية الشيعة قوية جدا، وأغلبية السنيين في العراق هم خايفين على رد فعل من الأغلبية الشيعة ضدهم إذا كانوا يعني يشتغلوا مع تنظيم القاعدة في العراق، والذي نرى الآن افتكر أن نرى فشل مشروع تنظيم القاعدة في العراق بمعنى إبعاد الجماهير السنية عن أفكار القاعدة. طيب، إذا فشل المشروع السني الجهادي أو المسلح إن صحت العبارة، كيف ترى مستقبل هذا الصعود الشيعي الإيراني؟ الفرق الكبير بين الذي يحصل في إيران من جهة والذي حصل مع المسلحين السنيين أن إيران دولة ولإيران مصالح دولة. إيران يعني ليس مجموعة من المسلحين. وكذلك ضمن النظام الإيراني في أكثر من تيار، وافتكر أن سياسة بوش يعني الضربة إلى إيران كل هذا فشل لأن النظام الإيراني كان موحد أكثر بعد هذا، يعني تسامى الإيرانيون على خلافاتهم الداخلية في مواجهة في الولايات المتحدة، بينما نرى الآن مرحلة جديدة ما بعد يعني مرحلة الضربة وفكرة الضربة ومرحلة الانجيجمنت مع إيران. وافتكر يوجد اهتمام شديد بهذا الانجيجمنت، بهذا بداية الحوار مع الإيرانيين بالنسبة للدول الخليجية العربية، طبعا للسعودية ولقطر والإمارات والكويت وبحرين اهتمام شديد بنوع من التفاهم مع إيران لتجنيب المنطقة ضربة عسكرية قد تؤثر على دول الخليج. لكن وهذا أفتكر سيكون المستقبل، ولأوروبا كذلك دور مهم جدا. ما هو الدور في ختام هذه الحلقة الذي تستشرفه لأوروبا في المنطقة في ظل هذا الصراع؟ لأن بالنسبة لأمريكا الشرق الأوسط بعيد، يمكن إسرائيل قريب بس الشرق الأوسط بعيد جدا، يعني السياسة الخارجية. بالنسبة إلينا شمال أفريقيا والشرق الأوسط هم جزء من السياسة الداخلية، يعني مثل إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة إلى حد ما. الفارق، ولذلك نحن كجيران كأوروبيين نريد أن نبنى يعني منطقة من بحر الشمال الأوروبية إلى الخليج، يعني منطقة يعني متوحدة اقتصاديا على الأقل، ومن أجل اندماج الصناعة الأوروبية والاستثمار الطاقة الخليجية وإمكانية التنمية البشرية في شمال أفريقيا، من أجل نبنى يعني منطقة جديدة في إطار عولمة الغد. ومن غير هذا لن نستطيع أن نحصل إلى السلم في المنطقة. أفتكر أن السلام في المنطقة سينبثق من الراحة الاقتصادية، وإذا مثلا
كان لإيران اهتمام ومشاركة في شبكة في هذا المشروع الجديد، في هذا المشروع على مستوى الغاز حتى على مستوى الطاقة النووية. لن نرى إيران متشدد كما نرى الآن. نراه الآن. بروفيسور كيبل، شكرا لك على هذا الحوار. عفوا. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا ترك الدخيل، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي منير، منير ود ود الشيخ خلاص خلاص بخلص بسجل بس البروموز و مع السلامة. مع السلامة يا هلا وغلا. شكرا يا ابو هشام، ابدق عليك انا بس اطلع ان شاء الله. يا فهد، فهد وش عندي؟ طيب ابي ميكروفون مش كويس اضبطه. الشماغة بزبطه، بس استنى شو. كويس ميكروفون الحين يا شباب. أبى أسجل برومو زين. طيب بس في مؤسس منتدى الوسطية، خلاص نسجل هنا ولا ارجع ثانية؟ ارجع ثانية اقول العواجي. اعيدها يعني. لا خلني انزل واطلع ثانيه ما احسن. ما في شيء ينفع تراك على الارض. اوكي معلش ثاني مره يا اخي خلصت يلا بسرعه بلي. الدكتور محسن العواجي مؤسس منتدى الوسطية كان يعتبر هنا، معليش بعيدة بعيدة مع... لا لا انت انت يعني خلينا بعدين يقطعونها فهد ولا لا، بس خليني هنا على طول ارجع للثانية ولا لا. يلا ثلاثة ارجع من جديد. الدكتور محسن العواجي مؤسس منتدى الوسطية كان هنا يعتبر سعد الفقيه أخا له وصديقا، هل لازال يعتبره كذلك؟ أكمل لا لا بعد كمل ثلاثة. لماذا يطالب هنا تركي الحمد؟ يلا تبي تطلع الورقة ولا لا؟ كذا ها؟ ألف وين؟ كذا؟ لماذا هنا يطالب الأمير خالد الفيصل وتركي الحمد بالمناظرة ولا يناظر المطلوب الأمني فارس الزهراني؟
أجيل أجيل. لماذا يطالب الأمير خالد الفيصل بالمناظرة والدكتور تركي الحمد ولا يناظر المطلوب الأمني فارس الزهراني؟ أي بقي واحدة. أيوة هنا هنا ها اعتبر أن العواجي عيد مرة ثانية يلا أصير هنا وبعدين أبدأ هنا وشلون التسجيل كله هناك أوكي أوكي ما ما الظاهر ما في رابع. لا أحسن ممكن مقطع رابع ممكن يلا. يلا. قال عن بن لادن أنه شيخ وأنه يحبه، فهل لا زال يقف من بن لادن هذا الموقف؟ اعتبر تنظيم نفس العيد ثانية يلا هذه ترى المسحة ديوان. قال أن تنظيم القاعدة فرض نفسه وأن رجاله مخلصين، هل لا زال هذا موقفه من تنظيم القاعدة ورجاله؟ تابعونا آخر شيء خلنا أقول تابعوا على هذه ولا على هذه تفاصيل مع إضاءات عيد ثانية معليش معليش شباب معليش التفاصيل في إضاءات مع تركي الدخيل كل هذه التفاصيل في إضاءات مع تركي الدخيل برافو يا أيمن يا عظيم